السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض برنامج السلال 3D. هو من أهم برامج عمل المدن والطرق والكباري، اللي هي الحاجات اللي بتربط بين المباني. برنامج الريفت أو الأرشيكات كانوا بيشتغلوا جوه المبنى. إحنا دلوقتي خرجنا وحاولنا نعمل شبكات المواصلات وشبكات الصرف وشبكات المية اللي خارج المباني. أنا دلوقتي هخش في التول بوكس، ألاقي إن هنا دي التقارير. ممكن يكون في تقارير معينة عايز أصدرها أو أبعت لأي حد، باجي هنا وأختار إن أنا أعملها إكسبورت تو إكس إم إل ريبورت. ممكن أحدد كل العناصر أو أشيل كل العناصر وأختار عناصر معينة عايز أصدرها، أو ممكن أقول له بيك فروم دروينج وأختار بعض العناصر معينة وأسيب الباقي. أقول له أوكي، هيقول لي أنت عايز التقرير ده سايف فين؟ فأقول له ماشي سايف في المكان دوت، تمام. فيبدأ يفتح لي المتصفح بتاعي بحيث إن أنا أشوف التقارير. وهاجي هنا عايز، ممكن أكون عايز أحط شوية معلومات، أقول له مثلا اسم الكلاينت، اسم الأونر، الكونتاكت بتاعته، كومباني، الأدرس، السيتي، تمام. ممكن اكون عايز اغير في خصائص اي حاجه، يعني انا دوست اي عنصر ودوست كنترول 1 زي الاوتوكاد، ما هو ده يعتبر نسخه متطوره من الاوتوكاد او مخصصه من الاوتوكاد. فباجي هنا الاقي ان دي شويه خصائص، ممكن اعدل الاسم او اعدل الستايل او اعدل اللاير، اعدل الشكل زي ما انا عايز. ممكن اجي هنا على التيل سيرفيس واختار اللي هو الليبل واقول له انت تعالى شوف الليبل هنا انت كاتبه كل قد ايه. لا انا عايز في كل خط يظهر يتكتب معايا، تمام. فيظهر معايا بالشكل دوت. الخصائص هنا مجرد تعديل بسيط، هتلاقي التعديل ظهر معاك على طول زي ما احنا شايفين. ان شاء الله لو اي حد شاف ان في جزء مش واضح يبعت لنا على المدونه يقول لنا انتقاداته او ايه الحاجات اللي هو شاف انها المفروض تتغير او ايه الحاجات اللي هي مش واضحه، عشان ان شاء الله نعمل كورس كويس باذن الله. كانت أهم أسئلة جات لنا الفترة اللي فاتت ديت. واحد بيقول سيف المدني ولا عسكري؟ واحد بيهزر، واحد بيهزر. السلام عليكم.